يا الله خلصت مدرسة بدي أروح أنا دي كل خواتي يعملوا معاي حفلة ونقعد نلعب مبسوطين كتير إحنا رح نبلش حياة جديدة 3 أشهر قاعدين بدون دراسة بدون واجبات بدون A B C D ولا بابا ولا ماما يقولونا يلا ادرسوا يلا احفظي A يلا احفظي B خلينا نرتاح تعبنا كتير إحنا أكاسيا تعباني كتير أنت من الدراسة كيف لو أنك مثلي أنا جايبة 99 أنا لولو الشطورة أحلى بنت صغيرة قاعدة خايفة تتعلمي A B C يا أختي خايفة خايفة شو أتعلم A B C أنا بدي ألعب بدي ألعب بالمعجولة بدي ألعب بأشياء تانية والله وعني حرك ساتر عشان ماما وبابا خلص ادرسي أنت أنا بدي ألعب بدي ألعب حبيبتي أنا بدي أشتغل وبدي أصور بدي أجيب علامة عالية أنا إذا ما كنت شاطر في كل شيء ما بدي ولا إشي أصلاً أنت الصغار مو شاطرين إحنا الكبار الشاطرين أنا وكارين عليا وكارين هم الشاطرين وأكاسيا وكاتيا دلعين تعالي يا كارين انقبليني يلا يا كارين بنات باركولي أنا معدلي 98.5 إيه عن جد لولو بتحكي إنه اللي كبار أنا وياها شاطرين واللي صغار كسولين ودلوعين طيب ليش إحنا كمان شاطرين وبنروح على الروضة إيه صح صح إحنا بنحضر اللايف تبعونا علشان في كورونا ما نقدر نروح الروضة بس رح نروح على الروضة نلعب بالسحاسيل والمراجيح والدلاع كاتيا وأكاسيا أحسن بنات لا يا اختي انتو مو شاطرين بالمرة شوفي شعرك كيف منكوش طلعي ما ارتبني شعري مرتب ولبسي مرتب اوعيي مرتبة كاتيا وكاسيا مو شاطرين دايما بشدوا شعر بعض شوفي شعرك كيف منكوش شوفي مش عاجبك شعري موضة طلع محلى شوفي محلى هذا مش كشة يا حبيبتي هذا اسمه هيك فير جديد بجنن بسم الله الرحمن الرحيم زي كأنك الساحرة الشريرة فير ايش يا حبيبتي روحي مشطي شعرك روحي بنات خلاص بلاش هلأ ماما وبابا يجوا يسحبوا منا التلفونات عشان شايفيننا بنتقاتل احكوا مع بعض كويس عشان ما تنمعوا من التلفونات عادي انا اصلا رح احكي لماما وبابا انه انتوا شديتوا شعرنا وضربتونا واصلا انه ماما وبابا اكيد رح يصدقونا علشان الصغار نانانانا كاتيا سمعتك بتتخوتي اخواتك الكبار بتتنمري عليهم يا شريره كلهم رح اعطيهم اشياءهم يتفرجوا عليها على اليوتيوب بس انتي مسكتك شريره